السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا شهيد كربلاء، السلام على الحسين وعلى أرواح التي حلت بفدائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار، ولا يعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على أئمة المسلمين علي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، سيدي الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن.